السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة وصفتنا جميلة جدا كلنا بنحب ناكلها. هي دسمة شوية، لا مش شوية بس، لا دي دسمة شويتين ثلاثة، لكن معلقة واحدة بس منها هتنسيك الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الرز المعمر او طاجن الرز المعمر على حسب اللي انت هتحطيه فيها. طاجن الرز المعمر دوت لو انت حطيتيه على سفرتك كده لما يكون عندك ضيوف، او عملتيه لبيتك بقى لجوزك وولادك، بجد هياكلوا صوابعهم وراهم. اكلة جميلة وحلوة جدا. يلا بينا مع بعض بقى علشان خاطر نشوف هنعمل ايه وايه الادوات اللي احنا هنستخدمها في الاكلة الجامدة ديت. بس اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة، ويلا بينا بقى علشان خاطر نعمل مع بعض صينية الرز المعمر. يلا بينا. واول حاجة في المكونات بتاعتنا معانا 3 كوبايات من الرز، ده الرز المصري انا غسلاه ومنشفاه مش نقعه خالص، هما دول 3 كوبايات اللي هو المج العادي، وده مج الشاي اللي انا معاي ربيع الرز. يبقى معانا 3 كوبايات من الرز المصري المغسول، ومعانا هنا 3 معالق من السمنه البلدي. ما عندكيش سمنه بلدي تقدري تستبدليها بالزبده الصفراء، ما عندكيش زبده صفراء يبقى هتشتغلي بقى بالسمنه العاديه بتاعتك. ومعايا هنا 2 معالق كبار من القشطه، ومعلقه من الملح، ومعلقتين من العسل الابيض، دول 2 معالق، ومعايا 1/2 كوباية من الزيت، هي دي مش كوباية كاملة، هنحط كوباية صغيرة، ومعايا كمان 2 علبة من الزبادي، تقدري تستعملي البلدي او المغلف. ومعايا هنا 1 كيلو من اللبن، ده لبن حليب. لو انت عايزة الوصفة بتاعتك تطلع ناجحة استعملي حليب بلدي، لكن لو مش موجود حليب بلدي خلاص اشتغلي بأي حليب تاني، بس انا بقولك اللي بيدي طعم احلى في الاكلة بتاعت النهاردة الحليب بتاع اللبان والسمنة البلدي، لكن لو هي مش موجودة الحاجات دي ومش متوفرة خلاص اشتغلي باللي موجودة عندك. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة عملناها اللبن دوت احنا غالينه، يعني ده دلوقتي هو مغلي وهنركنه دلوقتي كده على جنب. خلاص هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هننزل بقى بـ2 معالق القشطة الكبار دول، هنروح منزلينهم، وبعد ما نزلنا 2 معالق القشطة هننزل عليهم 2 علبة الزبادي، وبعد ما نزلت 2 علبة الزبادي هننزل عليهم بقى بالزبدة البلدي، هحطها على القشطة والزبادي وهقلبهم كويس جدا. هبتدي انزل، انا عايزة اقول لكم هي الاكلة دي اكلة دسمة جدا، بس الصراحة هي مبتتاكلش الا كل فين وفين، بتبقى خطيرة قوي. وبعدين هبتدي ان انا اقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وكده المكونات اهي سهلة جدا، السمنة مع الزبادي مع القشطة. طبعا الوصفة دي للناس المبتدئة، انا عارفة ان في ناس شطورة جدا وبتطلع من ايديها الطاجن ده تحفة. هنقلبه بقى كويس جدا مع بعضه، وبكده انا خلصت كده الخليط بتاعي وجهزته على جنب. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب بقى صينية اللي انا هشتغل فيها، عايزة اشتغلي بقى في طاجن فخار، عايزة تشتغلي في طاجن بايركس، مفيش مشكلة خالص. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب بقى الرز بتاعنا اهو اللي احنا قلنا كنا غسلينه، وهننزل بقى في الصينية كده، طبعا هو متصفي كويس قوي، وهننزل عليه 1/2 كوباية الزيت، وهنغلف الرز بالزيت بتاعنا، هنغلف كل الرزاية كده بالزيت.
وده شكل الرز بعد ما تقلب في الزيت وتغلف كويس بالزيت. هعمل ايه بعد كده؟ ادي اللبن بتاعنا اللي احنا غليناه، بصوا وشه بقى ما شاء الله. عشان كده انا بقول لكم هاتوا لبن حليب، بيبقى ليه طعم معين، وكمان القشطه اللي عليه ديت بتديكي طعم حلو جدا. هنعمل ايه بقى مع الحليب دوت؟ هننزل بقى اول حاجه بمعلقه الملح ديت، وبعدين بمعلقتين العسل النحل اللي احنا قلنا عليهم، وهحط معلقة كبيرة من الزبدة. شوفوا بقى هي سخنة، هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. شايفين البخار طالع ازاي؟ هقلبهم كلهم مع بعضهم كويس جدا. بعد ما دوبته كله مع بعضه دقته كده، شفت هل هو محتاج ملح تاني ولا لأ، ولقيت ان الملح بتاعه مظبوط. هعمل ايه بقى؟ هنزل باللبن ده وهحطه على الرز هنا. وحطيت خلاص اللبن، صبيته كده على الرز. اخر حاجة هحطها هو بقى ايه؟ القشطة بالزبادي بالسمنة البلدي، هحطها على الوش هنا. ده شكلها النهائي بعد ما نزلت عليها القشطة بالسمنة البلدي بالزبادي. هحطها بقى على النار من فوق، يعني هحطها على البوتاجاز من فوق خلاص، واقولك امتى انا هشيلها عشان ادخلها الفرن. ودلوقتي اهو حاطتها على البوتاجاز من فوق، اول ما تبتدي ان هي كده ايه تبقبق معايا حاجة بسيطة هدخلها على طول الفرن، بس انا برضو هوريها لكم. ودلوقتي ابتدت ان هي تبقبق معايا زي ما انتم شايفين، هحطها دلوقتي بقى فين؟ في فرن البوتاجاز، وهحطها على الشبكة. يعني انا كنت معلية النار دلوقتي في البوتاجاز من فوق، دلوقتي برضو هخلي النار متوسطة وهحطها على الشبكة، وهقولك قعدت معايا قد ايه في الفرن. خرجت معانا، بصوا شكلها عامل ازاي، حاجة كده بصوا والله العظيم يا جماعة ريحتها قلب البيت. انا لا شغلت شوايه ولا شغلت حاجه، انا حطها على الشبكه لحد ما هي وشها احمر منها فيها. بصوا عامله ازاي، حاجه كده جامده جدا. قعدت معايا في الفرن نص ساعه، طبعا كل واحده فينا الفرن بتاعها مختلف عن التاني. امشي بس معايا كده في الفيديو خطوه بخطوه، وهيطلع معاكي ان شاء الله احلى صينيه رز معمر. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.